السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحية طيبة لكل من يتابعنا على موقع البوابة التقنية. اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى درس حول الثوابت والمتغيرات في لغات البرمجة سي، في إطار الدورة التي نقوم بها والتي تدور حول الميكرو كنترولر. أولا كمرحلة أولى نريد أن نتعرف على الذاكرات التي يتوفر عليها الميكرو كنترولر، أو الذاكرة التي تهمنا هنا في هذا الدرس. هناك ذاكرتين في الميكرو كنترولر، الذاكرة الأولى وهي البروغرام ميموري أو الروم، تسمى اختصارا الروم، وهذه الذاكرة يمكن لنا أن نخزن فيها الثوابت، والثوابت يعني قيم معينة ثابتة لا يمكن أن تتغير. وهناك ذاكرة أخرى ويمكن الوصول إليها حينما نريد، وتسمى بالرام. هذه هي الرام، والرام يمكن لنا أن نخزن فيها المتغيرات، والمتغيرات هي قيم أيضا نستعملها داخل أكواد البرمجة وتتغير حسب الاحتياجات التي نريدها. بالنسبة للثوابت، فالثوابت نقوم بكتابة أكوادها على الشكل التالي: نفتح مشروع جديد، New Project، Next، 4، نقوم بتحديد مكان حفظ المشروع، نختار نوع البيك 84، هنا اسم المشروع 8. بالنسبة للثوابت نقوم بكتابتها على الشكل التالي: نقوم بكتابة الكلمة const، ثم نوع الثابت. هنا سنتطرق إلى الأنواع الثوابت، هنا سنكتب نوع معين وسنشرح جميع الأنواع الأخرى. const سنكتب على سبيل المثال char كنوع، ثم نعطيه اسم constant 1، ثم نعطيه قيمة معينة 15. سنعطي مثال آخر: con double pi، قيمة بي في الرياضيات 3.14. ويمكننا في كل مرة لا نريد أن نكتب 3.14 نقوم باستدعاء بي داخل الكود، ولكن قيمة هذا الثابت لا يمكن أن نغيرها داخل الكود. يعني حينما نحرق البرنامج على الميكرو كنترولر لا يمكن أن نقوم بتغيير هذه القيمة لأنها كونستانت، يعني ثابتة. سنذهب الآن إلى المتغيرات، ومن بعد سنذهب إلى أنواع الثوابت والمتغيرات. فالمتغيرات للتصريح بمتغير ما، نقوم بكتابة نوع المتغير فقط، نوع المتغير على سبيل المثال char متغير x
أو int x. ثم هذه قيم المتغيرات يمكن لنا في مراحل الكود أن نقوم بتغيير قيمتها، فيمكن أن يكون x أو x نقوم ب هنا y، هنا x نقوم بإعطائه قيمة واحد، ثم في داخل البرنامج نقوم بإعطائه قيمة x يساوي 5، تبقى قيمة x داخل البرنامج بعد هذا السطر لا تبقى في واحد، ولكن تصبح قيمته المتغير 5. الآن سنذهب إلى أنواع المتغيرات والثوابت. هناك أنواع، نوع أول هو بيت أو اس بيت، حجمه 1 بيت، 1 بيت، ويحتمل احتمالين، 0 أو 1، 0 أو 1، يعني بيت 1. هناك نوع آخر اسمه تشار، حجمه 1 بايت، 1 بايت، و1 بايت هي 8 بيت، 1 بايت، سنكتب هناك تعليق، 1 بايت يساوي 8 بيت. وهناك مسألة يمكن أن نضيفها إذا أردنا أن نستعمل قيم سالبة، فلاستعمال قيم سالبة يكفي إضافة قبل نوع الثابت أو المتغير، يكفي إضافة سينيد. إذا أضفنا كلمة سينيد فمجال المتغير من ناقص 128 إلى زائد 127، وإذا لم نضف هذه السينيد وتركنا تشار وحدها أو أضفنا إليها أن سينيد، فمجال المتغير من 0 إلى 255. نوع آخر من المتغيرات والتوابيت وهو شورت، حجمه 1 بايت، يعني 8 بيت، وهو نفس الشيء، مجاله من 0 إلى 255، وإذا أضفنا كلمة سينيد يعني أن مجاله من ناقص 128 إلى زائد 127. نوع آخر أكبر حجما من الأنواع التي رأيناها وهو النوع int، حجمه 2 بايت، يعني 16 بيت، ومجاله إذا أضفنا كلمة سينيد مجاله من ناقص 32768 إلى 32767، وإذا أضفنا أن سينيد أو تركناه إنت مباشرة فمجاله من 0 إلى 65535. من المتغيرات والثوابت واسمه لونج، وهو أكبر حجما من باقي المتغيرات، حيث حجمه هو 4 بايت، ومجاله بين 0 و 4 ملايير و 294 ألف مليون،
967 1295، بينما إذا قمنا بإضافة سينيد أمامه فمجاله بين ناقص 2000 مليارين و147 مليون و483648 وزائد مليارين و147 مليون و483647. هناك هذا بالنسبة للأعداد الصحيحة طبيعية، بينما للأعداد العشرية هناك ثلاثة أنواع: float، double و long double، وحجمها 4 بايت يعني 32 بيت، ومجاله من ناقص 1.5 مضروب في 10^45 إلى زائد 3.4 مضروب في 10^38. إذا كانت قيمة المتغير كبيرة، على سبيل المثال 50 ألف أو 1000 أو 2000، فيجب اختيار قيمة متغير أكبر. فلا يمكن إذا أردنا على سبيل المثال أن نختار متغير يعني كعداد وسيعد من 0 إلى 1000، فلا يمكننا أن نختار بيت أو إس بيت أو تشار أو شورت، سنختار إنت. وإذا كانت قيمته القصوى هي 1000، فيمكن أن نختار لونج، ولكن لن نختارها. لماذا؟ لأن إذا اخترنا لونج فإن الرام ستكون مليئة، يعني الرام يعني البايت، قيمة البايت المتبقية في الرام ستكون مليئة، وبالتالي قمنا باستغلال مساحة في الرام ولم نستعملها داخل البرنامج. نفس الشيء إذا أردنا استعمال إذا كانت عندنا قيمة قصوى لمتغير أو ثابت هي 50 أو 40 أو 30، فلا يمكننا أن نستعمل int. يمكننا أن نستعمل int و long، ولكن لن نستعملها. لماذا؟ لأنها قيمة كثيرة وستستغل حيز كبير من الرام، وحينما تستغل حيز كبير من الرام فإنها تؤثر على موارد الميكرو كنترولر، يعني من طاقة إلى غير ذلك. سنقوم بمثال بسيط لكي نبين المتغيرات. نقوم بإزالة هذه. الآن سنذهب إلى برنامج المحاكاة بروتيوس 8، نختار مشروع جديد نيو بروجكت، نسميه lesson 8، ثم نقوم بحفظ المشروع هنا. Next default هنا. Next هنا إذا أردنا أن نضيف الميكرو كنترولر مباشرة، نقوم بالضغط على عائلة الميكرو كنترولر، يعني بيك 10، 12، بيك 16، 18، 24. هناك أنواع أخرى AVR، كورتكس، ARM، يعني حسب نوع البيك المستعمل. نحن نستعمل بيك 16 F48، يعني عائلة 16. ثم نبحث على
نوع البيك الذي سنستعمله 84 A هو هذا، ثم نقوم بعمل next ثم finish. هنا نلاحظ أنه أضاف الميكرو كنترولر مباشرة دون أن نبحث عليه في القائمة. الآن سنقوم بإضافة بعض الليدات المصابيح إلى أرجل الميكرو كنترولر، وبالضبط في البورت B. ليد ريزيستور ريزيستور جيد. الآن نقوم بإضافة الريزيستور ثلاثون وثلاثون، ثم نقوم بإضافة المصباح. نقوم بعمل نسخ لهذا البلوك، ثم نقوم بوضعه هنا ثم هنا 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 هنا. نقوم بإضافة بربط هذه أرجل الميكرو كنترولر مع المصابيح، نقوم بإضافة بلوك آخر. هنا نقوم بربط الطرف الآخر للمصابيح بالأرض، جيد. الآن سنذهب إلى سنذهب إلى الكود، ثم نقوم بعمل const const ثابت من نوع char، ثم نكتب اسم الثابت سنسميه lamp، ثم نعطيه قيمة 2. هنا نقوم بعمل تريس ب يساوي صفر، يعني جعلنا جميع مخارج المايكرو كنترول جميع مخارج البورت ب في المايكرو كنترولر كخرج. قد رأينا هذه المسألة في الدرس الأخير، يعني الدرس السابع. نقوم بكتابة بورت ب يساوي صفر، يعني جميع المخارج تم تصفيرها يعني إطفاؤها. الآن سنقوم بكتابة port b يساوي lamp، نقوم بتنفيذ الكود ونذهب
إلى برنامج المحاكاة. هنا نختار نفس قيمة الكريستال التي اخترناها في برنامج الميكرو كنترولر، ثم نذهب إلى الكود. يجب عند الضغط على المحاكاة يجب أن يشتغل المصباح المركب على ربي واحد، يعني هذا المصباح يجب أن يشتغل. لماذا؟ لأن في البينير إذا قمنا بتحويل قيمة 2 في البينير يعني 0 1 ثم 7 أصفار، يعني هذه القيمة التي كتبناها هنا تكافئ بالبينير 0 0 0 0 0 0 1 0، يعني البيت الأول يساوي 0، البيت الثاني 1، والبيتات المتبقية 6 بيتات المتبقية 0. يعني يجب على المصباح الثاني المرتبط مع ب أن يشتغل، وباقي المصابيح يجب أن تنطفئ. هنا حصلنا على النتيجة التي كنا نريدها. الآن سنقوم بإضافة سطر. ما هو هذا السطر؟ سنقوم بتغيير قيمة الثابت لامب. نريد أن نعطيه القيمة في المثال 15. هل سيقوم البرنامج بتغيير قيمة الثابت لامب؟ لا. لماذا؟ لأن هذا النوع ثابت، لا يمكن أن نغير قيمته. أعطيت هذا المثال لكي يفهم جميع المتتبعين ما هو الفرق بين الثابت والمتغير. الآن سنذهب إلى شرح في نفس هذا المثال، سنقوم بشرح المتغير متغيرات. الآن سنختار متغير آخر وليكن من نوع char أيضا أو short. سنسميه light ونعطي قيمة 1. سنأتي هنا سنكتب light، يعني إذا قمنا بتنفيذ هذا سنزيل هذا السطر لأنه لا يمكن تغيير قيمة ثابت داخل الكود. الآن سنذهب إلى برنامج المحاكاة، يعني كتبنا 1 1 إذا قمنا بتحويلها 1 إذا قمنا بتحويلها في من الديسيمال إلى البينيري، فتعني البيت الأول 1 و7 بيتات 0، يعني هكذا. جيد، أنا نذهب إلى المحاكاة. الآن يجب على المصباح الأول المرتبط بالمنفذ B0 يجب عليه أن يشتغل، وباقي المصابيح يجب أن تكون غير مشتغلة.
نعم جيد. الآن سنقوم بتغيير قيمة المتغير short داخل البرنامج، ثم سنلاحظ هل سيقوم بتشغيل المصباح الأول فقط أو سيغير هذه القيمة. سنقوم بعمل light، نكتب light يساوي 15. نقوم بتنفيذ الكود، هل سيعطي نفس الخطأ كما حدث في حينما غيرنا قيمة الثابت أم لا؟ لا. لماذا؟ لأن الكود صحيح، يعني هذا الأول لم يقبل لأنه ثابت لا يمكن تغيير قيمته، بينما في الكود الثاني أو في المتغير الثاني، في المتغير هذا متغير يمكن أن نقوم بتغيير قيمته، وبالتالي نلاحظ أن المصابيح المصباح الأول لم يشتغل لوحده بينما اشتغل 4 مصابيح. إلى هنا يكون درس اليوم المتغيرات والثوابت، والذي يعتبر مهم جدا، نكون قد استكملنا هذا الدرس. إلى دروس قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.